ونحن نتحدث عن أمراض الرئة كنا نتحدث عن سرطان الرئة. يا ترى سرطان الرئة ده سرطان أصلي يعني نشأ في نسيج الرئة وميتاستس يعني جاي من حتة تانية؟ يعني يعني احنا عندنا أي ورم في أي حتة في الجسم، ورم في الرحم، ورم في الأمعاء، ورم في الغدد الليمفاوية، أي ورم في أي حتة ممكن بعد فترة يبعت ولدة ولاده بنسميه ميتاستس. فأولاده دول أو الأورام اللي بتعمل ميتاستس ممكن تعدي على البرين على المخ تعمل له ولدة، وممكن تعدي على الرئة تعمل له ولدة ميتاستس، ممكن تعدي على الليفر أو الكبد تعمل له ولدة ميتاستس، وممكن تعدي على البونز أب وتعمل له ميتاستس. طبعا فرق معانا ايه اذا كان ده اوريجينال كانسر يعني ده سرطان في قلب نسيج الرئه ولا سرطان جاي من حته تانيه؟ ما هو ده لو وصل لانه ميتاستس وله اماكن اخرى وله في الكبد وله في العظم وله في الكذا، لا الموضوع هيختلف يعني يعني هيسمونه ان اوبرابل ده ما ينفعش يتفتح. وبعدين طبعا بيتعرض بقى لاشعاع كلي وكيماوي كلي وشغل جامد يعني. طيب في سلوك الورم حاجة غريبة جدا جدا، لو ان في ورم اصلي سي مثلا في الثدي او قول مثلا في الامعاء او قول مثلا في خصية او اي حتة، وطول ما الورم الاصلي ده موجود ده ما اول ما بتشيل الورم الاصلي الميتاستس يشتغل، يعني حاجة حاجة سبحان الله كده غريبة كده. ازاي اعرف ان عندي ورم وازاي اعرف اذا كان ده اصلي ولا مش اصلي؟ طبعا اي حد بيجي عنده ورم بنبتدي بقى نعمل سي تي برين اشعه مقطعيه على المخ نشوف فيها ميتاستس ولا لا، بنعمل على الشيست طبعا سي تي او ام ار اي واشوف يا ترى نسيج الشيست كله او الصدر كله الرئه كلها فيه ولا لا، بعمل بون سكان بعمل مسح على العظم كله واشوف العظم كله فيه ميتاستس في العظم ولا لا، بعمل على الليفر على الكبد بعمل سي تي ابدومين، يعني لازم اعرف اذا كان الورم ده اصلي ولا ميتاستس ولا جاي من حته تانية. طيب بعدين في حاجه اسمها دلالات اورام، وبعدين اشوف بقى الاعراض اللي عندي، هل يا ترى كان في اعراض وتاريخ لاورام سابقه وتعالج منها ولا دي اول مره؟ هل له تاريخ تدخين فلما يبقى تدخين ولا غازات ولا بتاع اقول اه ده اصل الورم في الرئه يبقى ما فكرش في حته تانية؟ طيب انا خدت الورم وبعدين طبعا بناخد منه عينه شوف الليمف نوز لو موجوده باخد منها عينه، عملت اللي قلت لكم عليه سي تي برين وشيست وصدر وبطن ومسح عظام و و و وظيفتي كانسان محترم ان انا ابعته لوحده الاورام. طيب انت كده يا دكتور قلت لنا على اسباب الورم، قلت لنا على الاعراض بتاعته، راجل بيكح دم ها طبعا كحه واعراضها بقى وسول ورم يعني سرطان يعني حد بيخس وعنده انيميا وعنده ضعف مناعه وعنده وعنده، والا بقى لو كان برا ماليجنانت سندروم يعني بيفرز هرمونات فممكن الاقي عنده سكر وعنده اضطراب هرموني وعنده الفحوصات عملناه العلاج. العلاج انا في حلقه ما اقدرش اقول اديله كذا، لا ده بقى دلوقتي بقت فيه خطه اسمها الخطه العلاجيه، مين يتقدم على مين؟ يا ترى الجراحه الاول ولا الاشعاع الاول ولا الكيماوي الاول؟ ده دي بقى حسب الورم، هو درجة أولى، درجة تانية، درجة تالتة، درجة رابعة، هو في درجات؟ آه. لو الورم في حتة واحدة لوكال ستيج 1 سهلة قوي يتكوي يتحرق كده، ستيج 1 في حتة واحدة. لو الورم ضرب في حتة ولينف نودز يعني الخلايا الليمفاوية اللي جنبها يبقى كده ستيج 2 يعني مرحلة تانية. لو الورم عدى نص الجسم يعني كان من هنا فنقل هنا او كان من تحت نقل فوق او من فوق لان نص الجسم الحجاب الحاجز ده فاصل، حاجه كانت في الصدر نقلت بطن او بطن نقلت صدر عملت ميتاستس، دي مرحله ايه؟ ثالثه. المرحله الرابعه انه يدي مالتي اورجان فيلير يعني ضرب بقى كبد وممكن الاقي كلى وممكن الاقي برين مخ وممكن الاقي عظم ورئه، فبقى ضرب مالتي اورجان فيلير يعني ضرب كذا عضو، ده ستيج 4 وطبعا ده نان اوبرابل وده يروح يحقق اسال الاشعاع ده يتعالج اشعاع الكيماوي الاول ولا الجراحه الاول حسب البريشر سيمتومز او هو عنده ايه بالظبط. يبقى دي خطه علاجيه ما فيش فيها ارتجال انما فيها كيس هيستوري او فيها ناس بيعملوا عليها راوند ديسكشن ويقولوا هنبدا يا جماعه خطتنا كذا وكذا وكذا.
لكن مع هذا أنا أقول لك أنه مهما كانت درجات الورم فالورم له علاج، بس بشرط واحد، أني أنا أضمن تفاؤل عالي للمريض. لو ضمنت تفاؤل عالي للمريض يعالج في أي مرحلة من مراحل الورم. إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.